اللي قتلته 66 طبعا ما عدا يعني طابوق، يعني صارت هوسه عليه، هوسه كذا كبيره. كم واحد اشترك بعمليه القتل؟ اللي شفتهم واضحين بالفيديو 6. قتل طعنا بالسكاكين الشاب علي ضحيه خلافات قديمه هو ليس طرفا فيها. الحادثه شلون صارت؟ بالجامعه عندنا فاتح لاحد اقاربنا، راح اخوي وعمامي ووالدي، اخوي صغير نعم. بهاي الاثناء اجوا القاتل سلم على اهلي، وصل لاخوي، اخوي ما رد السلام. بهاي الاثناء طق. ما رد السلام يعني شنو السبب؟ يعني قاطع العلاقه بيناتنا، اكو خلافات سابقه نعم، يعني ما حد يحكي ويا الثاني. فطق اخوي بالجامع بالفاتحه، بالفاتحه نعم، نص الجامع طق اخوي بالجامع. ف قتله لو صار مثلا صارت مشاجره، ضربه بالجامع، اخوي ما تجاوز عليه، ضربه بالجامع مجرد ما سلم عليه. طلع خارج الجامع عمامي ووالدي، بسطوا اخوي صغيرون ليه ترى السلام، غادوا يحتون الموقف. نعم يتلاحقون الموقف، لا اي، واخذوا للبيت. تفاصيل الحادث نقلا عن اخي المتوفى الذي يروي عمليه التمثيل التي سبقت القتل. والدي قال لهم شافونا شاركم ولا تجون. نعم فاجوا هدوا على بيتنا اللي بشارع السفير، بيت والدي الثاني. فاجوا شي بدراجه، دراجه واسلحه وكل شيء موجود طبعا موثق صوره وصوت. هدوا قالوا هدوا على بيتنا وقالوا طلعوا لنا امير اللي هو اخوي صغيرون. ايه فطلع لهم والدي واخوي علي الشهيد، فطلع لهم بلتنا. اول ما طلع لهم شفتوا على اخوي علي، ضربوه وسحلوه من الباب ودوه من مقابل الباب، يعني نص الشارع صارت. بهالاثناء اجت الاستاذ استوقفوا فقتلوه وراحوا. احنا خابرنا على الشرطه طبعا، اهلي خابرنا على الشرطه. مباشره فارق الحياه يعني؟ مباشره فارق الحياه نعم. فاحنا خابرنا على الشرطه، الشرطه تاخروا ويلا اجوا. نعم. مكانات الضرب وين كانت اكثر؟ بقلبه وبالكبد مالته وبالكلى. لا تزال التهديدات تلاحق هذه العائله، فضلا عن الدعاوى الكيديه التي اصبحت ملازمه لهم حسب ادعائهم. سجنوني اني ووالدي وعمي. ليش سجنوني؟ شكوى اشتكوا علينا فوق ما قتلوا اخوي، راحوا اشتكوا علينا. حتى يعني المال ذنب مثل اني مثل اخوي الثاني اللي هو يعني اخرس ومريض، يعني ما يفتهم كل شيء. وهواي اقاربنا ما اقاربنا كلهم اشتكوا عليهم. دعاوى كيديه؟ دعاوى كلها كيديه نعم. فانا كنت ببغداد، فاول ما اجيت سمعت انه اخوي مقتول ورحت. اول ما رحت وصلت البيت خذونا وين بالسجن، فدخلونا لبيوتنا بمسدساتهم، بيتنا هددونا ودخلوا بمسدساتهم يهددون باسم السرايا. انا احب اناشد السيد مقتدى الصدر انه يطلع على القضيه ويشوف لنا حل. يهددون باسم السرايا ليش؟ شنو السبب؟ يطالبون بالعدل واستحصال حقوق اخيهم الذي توفى دون اسباب تذكر. الحقيقة اللي هي قاعدة أنا أتحدث بها حاليا وإحنا ببيوتنا. زين طالبون شو طالبوا اليوم الجهات المعنية؟ أطالب الجهات المعنية يتدخلون ويحلون هذا القضية ويأخذون بحق أخوي. شنو ذنبه؟ شنو ذنبه يعني أخوي لا موجود هو بالجامع ولا يعني بالحادثة كلها هو ما له صلة. هو خطأ يطلع. بريء طبعا، بريء ومظلوم، يعني شنو ذنبه؟ هو يطلع. قد عمره؟ 28 سنة، مواليد 96. عدة نعم، عنده ولد اسمه عباس بالصف الثالث متوسط ثاني ابتدائي، وطفله روان عمره 5 سنوات. شنو ذنبهم؟ قال ذنبهم شنو؟ علموا السلام بالجامع. من بغداد مصطفى لطيف، قناة الرشيد الفضائية.